وبنبدأ نشرتنا الرياضية مع المنتخب الوطني اللي حقق فوز كبير على منتخب ملاوي برباعية نظيفة سجلها طارق حامد وعمر مرموش ومحمد صلاح وأحمد سيد زيزو في المباراة اللي اتلعبت بين المنتخبين في الجولة الرابعة بالتصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية كوت ديفوار 2024. بالفوز ده رفع منتخب مصر رصيده لتسع نقط وبيتصدر المجموعة الرابعة في التصفيات. البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر قال إن المنتخب قدم مباراة رائعة قدام ملاوي وإن الفريق لعب بشكل صحيح ونجح في استغلال الهجمات اللي ظهرت في المباراة وتم ترجمتها لأهداف. فيتوريا كمان قال إنه سعيد بتألق صلاح ولكن قال سعادتي الأكبر بالمنتخب ككل. محمد عبد الشافي الظهير الأيسر لفريق الزمالك انتظم في التدريبات الجماعية اللي أقيمت على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة في مقر النادي استعدادا لمواجهة المريخ السوداني في دوري أبطال أفريقيا. ومارسيل كولر المدير الفني للأهلي استلم تقرير عن اللاعبين الدوليين اللي شاركوا مع المنتخب الوطني أو مع المنتخب الأولمبي أو اللاعبين الأجانب خلال مشاركتهم مع منتخبات بلادهم في فترة التوقف الدولي، وده علشان خاطر يستعد الفريق لمواجهة الهلال السوداني في منافسات بطولة دوري أبطال أفريقيا. منتخب كوت ديفوار حقق الفوز امبارح على جزر القمر بنتيجة 2-0 في مباراة الجولة الرابعة اللي جمعتهم في تصفيات أمم أفريقيا. ومنتخب السنغال فاز على منتخب موزمبيق بنتيجة 1-0 في المباراة اللي أقيمت بينهم ضمن منافسات الجولة الرابعة بالتصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا في كوت ديفوار. بالنتيجة دي اتأهل رسمياً المنتخب السنغالي لبطولة كأس الأمم الأفريقية. وفاز منتخب اسكتلندا على منتخب اسبانيا بنتيجة 2-0 خلال فعاليات المباراة اللي أقيمت في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الأولى لتصفيات اليورو 2024. منتخب كرواتيا حقق الفوز على منتخب تركيا بنتيجة 2-0 في المباراة اللي اتلعبت ضمن منافسات المجموعة الرابعة من تصفيات كأس الأمم الأوروبية 2024. وبالنتيجة دي بيدخل منتخب كرواتيا الصدارة برصيد 4 نقط ووقف رصيد تركيا عند 3 نقط. منتخب المغرب اتعادل مع منتخب بيرو سلبياً خلال فعاليات المباراة الودية اللي اتلعبت في إطار استعدادات أسود الأطلس لخوض منافسات كأس أمم أفريقيا في كوت ديفوار بعد التأهل رسمياً للبطولة. المباراة شهدت طرد النجم سفيان بوفال لاعب المغرب في الدقيقة 79 وكمان طرد سامبرانو من منتخب بيرو في الدقيقة 78. منتخب بلجيكا فاز أيضاً على المنتخب الألماني بنتيجة 3-2 خلال المواجهة الودية اللي جمعت المنتخبين امبارح في مدينة كولن خلال فترة التوقف الدولي الحالية. وحقق منتخب أوروغواي الفوز على كوريا الجنوبية بنتيجة 2-1 في المباراة الودية اللي جمعت المنتخبين في إطار استعداد المنتخبين للاستحقاقات القادمة. خلصت نشرتنا الرياضية ونعود لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر مع أحمد عبد الصمد ومع منى. شكرا لك يا هلا.